كثير ما يرد في القرآن أن الملائكة بصيغة التأنيث مثل والصافات صفا. إيش؟ الملائكة. نعم. مثل والصافات صفا. نعم. ألم يقل والصافون صفا؟ ما الحكمة في ذلك؟ نعم. قال الله تعالى عن الملائكة والصافات صفا. وقال تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فالصافات هذه يراد بها الجماعات. الجماعات. يعني والجماعات الصافات صفا. لأن الملائكة جند عظيم لا يعلم عدده إلا خالقهم عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. والسماء وسعتها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما في أربع أصابع إلا فيه ملك من يحصيهم. ثم إنه ثبت أن البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به كل يوم ويدخله 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة. من يحصي هذا العدد؟ فلهذا جاءت الصافات ونحوها مما هو مؤنث باعتبار الجماعات، لا باعتبار كل واحد، باعتبار الجماعات، يعني جماعات صافات زاجرات وما أشبه ذلك. ولهذا لما جاء الصافون صار المراد بها الجماعة، كل جماعة على انفراد. نعم.